preferences. preferences قائمة edit نختار preferences. preferences هي settings بتاعة الفلاش. قائمة الكاتيجوري دي احنا في جزء اللي هو general. الجزء اللي احنا كنا بصينا عليه قبل كده اللي هو online launch ده اللي كان بيبين ويخفي الدوكيمنت اللي في الاول او البانل اللي في الاول او اللي هي الستارت بيج اللي احنا شفناها. في سيتنجز تانية اللي هو نو دوكيمنت يعني يفتح الفلاش ما يبقاش فيه اي حاجه, او نيو دوكيمنت بيفتح لك على ملف لينك فاضي وبيبقى غالبا اسمه انتايتل, او لاست دوكيمنت اوبن يعني لو انت قفلت الفلاش على فايل يعني اخر فايل كنت شغال فيه يرجع يفتحه لك تاني, او شو ستارت بيج اللي هي الديفولت بتاعنا. اوكي الاندو خليك فاكر اندو يعني كنترول وزد, اندو يعني ارجع خطوه او رجعني لورا شويه. تمام, هو هنا عنده 100 ليفل يعني يقدر يعمل اندو 100 مره ورا بعض لان هو بيعامل الدوكيمنت على اساس ان هي سلسله من الخطوات واحده ورا الثانيه. فانت بتقول له رجعني مثلا للخطوه ال 20, لو انت واقف عند ال 21 قول له رجعني ل 20, او ممكن عايز ترجع لل 19 تقول له رجعني لل 19. هنشوف الموضوع ده ازاي. بس في حاجه ثانيه موجوده من اول فلاش 8 اللي هي اوبجكت ليفل اندو. الاوبجكت ليفل اندو هنشوفها بالتفصيل السين اللي جاي. اوكي تعالوا نبص على حاجه دلوقتي. عندنا ثلاث دوائر زرق على الفيج او على الكانفاس. الثلاث دوائر دول دوائر عاديه جدا عباره عن رسومات انا لسه حاططها من شويه. لو انا مسكت الرسمه دي او الدايره دي ورفعتها لفوق هنا ورفعت دي مسكت دي كمان وعملت سيلكت وبعد كده رفعت لفوق تاني وعملت دي سيلكت ورفعت لفوق تاني, تقريبا انا دلوقتي عملت تقريبا 9 خطوات. تعالوا نجرب. هدوس كنترول وزد عمل سيلكت الاوبجكت, كنترول وزد تاني رجعه مكانه, كنترول وزد التالت مسك الاولانيه مسك الثانيه في الترتيب, كنترول وزد رجعها مكانها, كنترول وزد بعدها هيمسك اللي بعدها, كنترول وزد اوكي, كنترول وزد هيرجعها مكانها. طيب كنترول وزد بيرجعني لورا. طيب لو انا رجعت لورا اكتر مما انا عايز, تمام, هو كان في حاجه يعني انا دوست كنترول وزد اكتر من مره, ممكن ادوس كنترول ويو, ادوس كنترول ويو مع بعض. الكنترول وزد تعمل اندو, كنترول ويو تعمل ريدو. انا حولت الثلاث دوائر اللي كانوا موجودين ل سيمبلز. تمام, موفي كليب سيمبل. لو هتبص على اللايبرري عندي موفي كليب سيمبل وانا سميتهم 1 و2 و3. طيب تعالوا نرجع للبريفرنسز تاني. الاول لا هوريكم حاجه لو انا عملت كنترول وزد رجع في اللي انا كنت بعمله. طب هعمل كنترول ويو فعلا هو حولهم لي تاني لموفي كليب زي ما انت شايف, راجع فيهم ووديها هو يعني عمل عمليه ورجعها تاني ويعني باكورد وفورورد. اوكي تعال هقول له هوريكم من تايم بريفرنسز. هنعمل حاجه تانيه, هنغير دي الدوكيمنت ليفل اندو لاوبجكت ليفل اندو. هنا دي وورنينج ساين بتقول لي لو انت هتحول من حاجه لحاجه انت هتفقد الكاش بتاعك. يعني انا مش دلوقتي ما عنديش تريس للخطوات اللي انت كنت عاملها قبل كده, هضطر امسحها. هقول له اوكي تمام. لو انا دوست كنترول وزد مفيش حاجه هتحصل لان انا ما عنديش هيستوري. تمام اوكي ممكن اعمل كده تاني وادوس كنترول وزد نفس الحركه اللي انا كنت بعملها. بس احنا دلوقتي على مستوى الاوبجكت, يعني لو
انا عملت سيلكت ده ودخلت جواه، انا دلوقتي جوه سيمبل اللي هو رقم واحد تمام، وجبت دايرة تانية لونها مثلا ابيض اوكي، وجيت جواه ورحت عامل كده تمام، وطلعت من جواه وجيت جوه التاني. انا جوه انا كده جوه الاوبجكت نمرة اتنين، وجيت عملت مربع تمام، هطلع بره اوكي. لو انا دوست كنترول وزد على الفاضي كده هيرجع يسلكته، كنترول وزد ما كملش جوه حاجه، كنترول وزد تاني رجع سلكت، يعني هو بيشتغل على المستوى برضو لسه الفايل على مستوى الكانفاس. طب انا عايز اعمل كنترول وزد للاوبجكت نفسه، طيب اعمل ايه؟ اسلكت الاوبجكت دبل كليك عليه تمام، واقول له كنترول وزد، يبقى هو كده بيحافظ على الهيستوري بتاع الاوبجكت جوه الاوبجكت نفسه مش على مستوى الكانفاس اوكي. هنرجع برضه للبريفرنسز تاني وهنختار كاتيجوري تانية اللي هي الاكشن سكريبت. في الاكشن سكريبت زي ما انا قلت لكم قبل كده، الاكشن سكريبت هو اللانجوج بتاعت فلاش، يعني هو السكريبتنج لانجوج بتاعت فلاش، هو اللي بيخلي الانيميشن تمشي بالامر، هو اللي بيخلي الانيميشن تبقى مرتبطه بامر مش بتايم لاين. طيب احنا عندنا اكشن سكريبت قديم وفي اكشن سكريبت جديد. الاكشن سكريبت الجديد اللي هو اكشن سكريبت 2.0 ده لسه طالع من حوالي سنه او سنه ونص مع فلاش ام اكس 2004. زي ما انت شايف ده الجزء ده بتاع الديلي، يعني انا ممكن اكتب اكشن سكريبت ويعمل ديلي للظهور. طيب الفونت بتاع الاكشن سكريبت والسايز بتاعه تمام، انا ممكن اغير الفونت بتاع الاكشن سكريبت وممكن اغير الحجم بتاعه. تعالوا نبص الاول عليه هو شكله ايه. دي الاكشن بانل تمام، اختار اي اكشن من اللي هنا اوكي، اللي هو جو تو اند بلاي، هكليك عليه هيديهولي هيحط لي الاكشن ده هنا. زي ما انت شايف الجزء الازرق ده بدل علم عمل هايلايتنج للكالر ان هو ازرق، هو كده اتعرف على الجو تو اند بلاي دي كانها امر من اوامر الاكشن سكريبت تمام. هنرجع تاني لقائمة بريفرنسز وهنغير السايز ل 14 مثلا، هقول اوكي. زي ما انت شايف الحجم بتاع الاكشن سكريبت اتغير طبعا، حسب حجم الشاشه بتاعك وحسب حجم ال زي ما بيقولوا يعني حسب قدرة يعني قدرتك على القرايه، يعني في ناس ما بتقدرش تقرا فونتات صغيره. ف وطبعا اهدافي انا ان انا بسجل فيديو على حجم صغير، فانا محتاج ان الحجم يبقى كبير كده عشان انت تبقى شايف انا بكتب ايه. هنصغر قائمة الاكشن وهنرجع تاني للبريفرنسز للكليب بورد، الكاتيجوري اللي هي كليب بورد. دلوقتي انت لو بتشتغل في فلاش وبتعمل مثلا فيكتور، بتصمم شكل فيكتور او عايز تنقله لفوتوشوب او لفري هاند او لاي برنامج تاني، هو دلوقتي بيبقى في الكليب بورد او في الجزء الجزء الافتراضي اللي هو اسمه كليب بورد تمام. وانت دلوقتي بتعمله كوبي من فلاش وعايز تعمله بيست في برنامج تاني. لو هنا هو واخد ريزولوشن على السكرين، فانت ممكن تعدلها بالدي بي اي يعني دوت بير انش، ممكن تزودها ممكن تقللها، ويفضل ان انت تبقى عارف يعني السايز بتاعك اللي انت هتصممه في فلاش انت محتاج تخليه زي ما هو بالظبط لما يروح فوتوشوب او يروح كورنج مثلا. الكواليتي برضو بيتحكم فيها تمام،
في حاجة تانية اللي هي ماتش سكرين. ماتش سكرين يعني زي ما هو موجود على الشاشة أو زي الريزولوشن ما هو موجود على الشاشة بيروح يوديه للبرنامج التاني، وهنا ممكن تغير السيتنج بتاعة الكالر، يعني ممكن يبقى 4 بت أو 8 أو 16 أو 32 ويز ألفا، دي حاجة هنعرفها بعدين. يعني ممكن تصمم برنامج، تصمم صورة في فلاش فوتوشوب يقبلها بمنتهى الهدوء ويعتبرها جزء، يعني يعتبرها شيء كويس جدا للتعامل معه. اوكي نشوف درس تاني.